جاء رجل شاب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو معلوم باستجابة الدعوة. لما اشتكاه رجل ظلما لعمر بن الخطاب فإنه دعا عليه أن لا يموت حتى يعرضه للفتن. قال إنك لا تخرج في السرية ولا تقسم بالسوية ولا تجزل في العطية. فقال اللهم إن كان عبدك هذا قد قام رياء وسمعة فعرضه للفأطل عمرة وعرضه للفتن. فكان الرجل قد بلغ من الكبر عتية، يمشي في الطريق يتعرض للفتيات يغازلهن. يقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. ولما قام رجل يطعن في علي وطلحة والزبير فقال اللهم إن كان هذا الرجل قد ذكر بالسوء من سبقت لهم منك الحسنى فاجعله آية. فخرجت ناقة عظيمة من دار بني فلان حتى تختلق الناس حتى وصلت إليه، فجعلت تضربه بأرجلها وترفسه وتبرك عليه حتى مات. سعد رضي الله عنه مستجاب الدعوة. فجاءه شاب وقال يا عم إنك تدعو للناس فيستجاب لك، أفلا دعوت الله أن يرد عليك بصرك؟ لأنه كان في كبره قد عمي. فقال فتبسم سعد وقال يا بني قضاء الله أحب إلي، قضاء الله أحب إلي. لم يسأل الله أن يرد عليه بصره، وهو عز وجل قد كان به حفية، عوده استجابة الدعوة أو عوده أن يجيب دعوته. ومع ذلك فكمال التفويض كان كذلك، لأنه لا اعتراض عنده على ما قال الله فكان. أن يكون واحد من أوليائه كان ثلث الإسلام في يوم من الأيام، كان أحد المقربين من المهاجرين، ومع ذلك كان من السابقين المقربين، ومع ذلك ابتلاه الله بالعمى فما اعترض. هكذا فلتكن أيها المؤمن حتى لا تعترض، لأن كثيرا من الناس يعترضون على كلمات الله الكونية ويعترضون على ما قدر الله عز وجل من التقديرات، ويزعمون أنه ظلم وأنهم قد ظلموا في الحياة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. فاسعى إذن إلى أن تكون من المفضلين في الآخرة، ودع عنك تفضيل الدنيا فإنها زخرف زائل، زينة في الحياة الدنيا سرعان ما تزول.